معاليك أشرت إلى أنه العديد من الدول يعني أبدت الرغبة في الاستثمار في مصر، هل هناك أيضا دول عربية؟ هل هناك شراكات؟ طبعا في شراكات عربية، يمكن حضرتك شفت امبارح التوقيع مع أحد الدول العربية لعشرة جيجا وات. 10 جيجا وات الكهرباء ده يعني بيضيء وينور أكثر من 3 مليون منزل، يعني نتكلم على أكثر من 15 مليون أو 20 مليون فرد بيستفيد من مثل هذه المشروعات. فيعني الحقيقة مصر لديها كل المقومات للمشروعات الخضراء وللتحول الأخضر، وهي جادة جدا سياسيا ويعني كإرادة سياسية وكفعلا تنفيذ على أرض الواقع من خلال عدد كبير من المشروعات اللي عندنا. عندنا القطر السريع، عندنا عربيات الكهرباء، عندنا محطات شحن اللي بدأنا أيضا في تنفيذها موجودة. كل ده يعني بيفتح المجال لمزيد من مشاركة القطاع الخاص إن هو الشريك الأساسي في عملية التنمية. أخيرا دكتورة هلا، يعني بين مخرجات مؤتمر جلاسكو الماضي أو قمة جلاسكو ومؤتمر شرم الشيخ، يعني ربما سيكون من المبكر الآن عن الحديث عن مخرجات لهذه القمة الحالية، لكن أجواء متفائلة يمكن ملاحظاتها. بص حضرتك، على الرغم أن الجو العام والظروف السياسية والجيوسياسية اللي موجود فيها العالم النهاردة تختلف أسوأ مما يعني كنا في العام الماضي في جلاسكو، إلا أنه يمكن الظروف الصعبة بتخلق الفرص، دايما نقول التحديات تخلق الفرص. فيمكن هناك وسط كل الصدمات الخارجية اللي دول العالم بقت بتقابلها النهاردة، الصدمات الخارجية دي بتخلي العالم يتحد أمام أزمة بتؤثر بالسلب أكتر على الإنسانية. يعني إحنا بتقابلنا صدمات خارجية غصب عنا، ولكن التغيرات المناخية دي هي نتاج إحنا عارفينه من زمان، ولكن العالم ما بدأش يتحرك عنه غير قريبا وببطء شديد. فيمكن الصدمات الخارجية دي مع يعني تحدي آخر وهو التغيرات المناخية يخلي العالم يتحد أكتر وينتهز هذه الفرصة فعلا للتنفيذ على أرض الواقع، لأنه في الآخر الخاسر هيبقى الجميع بيخسر من مثل هذه التغيرات، واللي بيكسب كلنا بنكسب أيضا من التعاون والتكامل مع بعض والاستثمار المشترك.